هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. حياتي لكم. هسه راجع من الشغل، حخبطور والله. هاي الايام اللي تعجبني صراحه، هاي الاجواء اللي تعجبني. طبعا هنطير البقيه. هاي تور غربه. هسه جيت من الشغل جرجي اليوم، فاول ما صعدت باب البرج طير غريب. هسه راكم اياه. طبعا خبطونا جوا. روح انت، روح على خوات، فمو راح يفتحونا. لا كذب ميوقع شباب. اول ما جيت لقيت هذا الطير بسطح غريب. اجل شنو الصبغ هذا؟ شنو هاي الالوان؟ هذا الدورة من ذا تجيبون الاصباغ. باع علينا تبع جايني. ايه بس تفلش. فما ادري بعد. المهم طيرت الطيور اول ما جيت. اكو شي انا جبته شي كل شي ماكو والله ما ادري. بس حمر والله طشار. شوف هسه هذا احمر طبيهن، هذا احمر طبيهن، هذي زوج حمر. هذا اللي باعوا عدن بس شارجي شباب اللي بتعلم خاليف نديح يروحه والله. المهم هاي الطيور شباب اللي جت البارحة. هسونا صعدة الحمر، هسونا جزء القطير ويا الحمر غربة. يما انت المجال. ثواني ان شاء الله مو غريب. لازم اعزل طيوري الجلده وراويكم بقيه. بس تيادي شباب شوف طيور فول الفول. هاي الطير هاي دوختني. هاي الطير هاي محلقه الخضرة. هاي دوختني هاي الطير شباب. شوفوا ما شاء الله ما يبين مبين علي ولا زوج. شوفوا علي ولا شباب. هاي الطيره شوفوها. هاي الطيره هذا طحن علي ولد. هاي الطير هاي موجود. المهم مدى يطلع المجال. هاي الطير رامبورية. هسه ارجع لي دني جراد نصف لين. يا الله دني علي ولد. شوفوا ما شاء الله طحن علي ولد. وهاي طير دني شوية نرجع عليه شباب. خلينا نشوف شنو الدرس. بدأ يطفر واحد منهم ما بينا حيل. خلينا نصعد فوق يم الحمار نشوف شنو الوضعية. تور ماكو شي ويانا بالتور. تور ماكو شي ويانا. والله ما نبدل بعيد. يوم صعدت قلت خلاص صاروا لهم مقطع. يريد يخلون لايكات خنداريهم. كل يوم مسوي لنا سالفة. شوفوا ايه مطلعين حايلة. مطلعين وياها كمرليات اثنين. خلي حطا ذن التور ونطير الحمر. ليش مطلعين كمرليات اثنين ويا الحايلة؟ والله ما ادري. ظهر الراجعين فاردين الحايلة مرت الاخ. ايه فاردين الحايلة مرت الاخ. انا ما لي علاقة بالحمر بعد. شو حتى والله ما لي واسس عاد هنا. لان كل يوم شغلة. لعبة تروح من. رجعوا عزوا هاي هنا انا. والله ما ادري. فما لي خلق الحمر نهائيا. انا جوز شوية بس اتفرغ. اذب لكم حمر جوا بسطح الجوة. سطح نجيب لكم حمر تونسوا عليه جوا.
طرطور مو مالتك ما تقدر تصرف فيها. تي هذه مالتي، ذني مالتي الحبريات، ذني مو مالاتي. اخوي يوم هيجي يوم هيجي يوم قناعته الشخصية. طيور وحر بيها، فما اقدر اتحكم به هنا شباب. والله لو باقات علي دي ذيك الفترة كان سويت ارقى طيور. بس هي يعني السفينة من تكثر ملالي حتغرق شباب. تمام؟ سفينة من تكثر ملالي حت شاملي هذا من مين طير طيرا. مشكلة بالحبريات راح يخربون. طشاق هذا شعل بحمر جوا الطيور لاني عمر غربة. تدري الطشار مو طبيعي شباب، كومات يا ابو كومات اللي بس يعطون ذني نطاي الحبريات حتى نسيطر على البقية. للطير مالت وين الحباري شو راح يحطون الحبريات حتى حتى اذا خبط ويانا شي نقدر نحططه. خلص خابط ويانا ما ادري شنو وهذا حظنا خبطوا يعني هذا سوري يلعب النفس. وحطنا الحبريات وخذنا الطائرات. ما ادري يانا شي ما يانا والله ولا هذا الكمر اللي مالتنا خب مثل المطر رايح يجي. تعال هنا وين رايح؟ هذا ياته لو اللي قف لو ما اللي قف اللي قف ها قال لك وين رايح انا هاي طيوري. رجع طب الكمر اللي ياخذ اللي قرب شوي اللي يجوا عشان يشوفوا شنو الدرس. بس هذني شقط الطائرات هسه احنا الكمر اللي اهم شيء موجودات. الكمر طارن وحطن كل شيء مفتهمت منهن. رجع طيارة الحبريات شوفوا ذيك فيها حبريات هذا قطع وهذا قطع الثاني قريب اكو تور طشاق. شوف هسه هذا مثلا عنبر سراجي هذا طبيعي العمر بس وين يجي شو هذا اللي مقاوير وين يجي عمي شوف خلنا بس اكو فعل بزرق والله مبين طير مالتي هوش صار له ساعة رايح جاي وين ده صار هيات هاي الطيور ذاك راح العنبر سراجي شوفوا ما يجي شو هالعمر صح.
بس هذا الفحل البزرق جوز يجي يخبط. يا هم هذا الشهر توصل هاي مصبغات احمر، واحد اثنين ثلاثة اربعة ستة ذني مصبغات احمر. الشهر يجيب بس يكون عندك طيور قوية، يكون عندك طيور قوية تتحمل تفتح حتى الناس عليها. مثلا الحائلة القديمة الحمر مالتنا تفتحها بيجي جو ما عليك، تفتح المخالب يصير مصرف كلها صيد منك، حتى اللي ما عنده طيور يصيد. فنفتح ذني حباري ثقة، حل الحائلة هم ثقة ما عليك ذني الباقيات، بس المخالف لا يروح على شباب. يعني هذا يظل ينزل يفر لنا ثقال مو كلش خفيفات، يحصون بيهن يزعم بس النياشي. خلي شباب انزل بس ابدل اغسل واجي اعزل لكم هاي الطيور اصور لكم اياها كلها، فالتصوير مرتب وحلو حتى تشوفوها تونسون عليها طيور كلش حلوه. يلا راجع لكم. اي شباب طبعا عزلت هسه الطيور هنا، انا عزلت لكم هاي ثلاث ازواج شكل كل زوج حلو، اللي يرغبهن خليه يجي يشوفهن وياخذهن بالعافيه عليه وسعر حلو. شوفوا شباب ثلاث ازواج، زوج رامبوري لان زوج رامبوري وزوج تيادي ذاك الفحل ابو حلقه الزرقاء وهاي طيرته، وزوج الجولدنات ذني مبينات. هاي الجولدنات طبقا واحد مصف الاخ، طيور مختلفه كلش حلوه. هذا الفحل وهاي طيرته، هذا الفحل تيدي ما شاء الله، هاي طيرته وهاي زوج الرامبوري. ذني شباب الزوج 150,000. ثلاث ازواج البيع شلع، الزوج 150,000. صقورة والله مو طيور، شوف شوفوا ما شاء الله تيادي، شوف الرامبوريا، شوف الجولدنات، طيور كلش رافع وبالعافية علي ياخذن مقدمة. هذا الجولدن هاي الطيره شوفوها شلون ما شاء الله، هذا فحلها تيادي والرامبور مع الفحل التيدي وطيرته شلون سام شباب. ان شاء الله واضح المقطع، شوفوا والعافيه مقدما على ياخذ. وباقي الزوج الرامبور شباب هنا أنا. شوفوا الله اكبر، شوفوا ما شاء الله هاي طيرة وفحل حكي عدل، وهاي طيرة وفحل الثاني. الله اكبر، طيرة وفحل طيرة وفحل كلش حلوات. بس هذا يمكن فحل، هذا لان فحل اثنيناتن هسه صفنلهن جوز، هذا فحل مخلف شاك بالموضوع. انا اي شباب طبعا مو طلعت البارحه اليوم هاي الاجواء حلوه صارت، طلعت الشمس نطير الحبريات اللي فوق ونطير الزواج الهم المهزومه شويه مقصقصه بعيد. هاي جت الزواج يا هاي الدار طلع من يمهن صار ويا ويا الحبريات خبر. شوفوا هسه اخذ جنح الحبريات، تريده هيجي تريده هيجي يرهم. طبعا البارحه عزلت هنا انا زوجين تيادي دبي ولا هاي الطيره شوفوها ما شاء الله، ديك الطيره الثانيه ذاك فحل وهذا فحل، طيور تخبل بس زوجات بس بعد المال اكفات كل واحد طيرته. وذني هم من عزلتن هنا زوج سخي طيره وفحل. طبعا هذا الفحل عالمي بس ما واقف فوق بتصحيحه. هذا البرجين انا صار بي شكو طير ما زوج، عدا يمكن زوجين زوجات هنا بس، البقيه كلها ما زوجة عفتن هنا كلها. هاي هنا كلها اللي زوجة بس هم يعني ما داي لكفر كل وقت ما اعرف لعبة روحي من هنا والله صراحة شباب.
تلكم العدلة أخوتي، مدى يسهلن الأمور وكل طرف حل سواء. فأكو مشروع جديد احتمال راح أسوي، احتمال راح أقصقصهن 3x3 4x4 وذبن بهاي البرجين مال الحلال، نخليهن همي يطلعن ويطبن عيني، وهمين يزقن. فأكو هيجي مشروع، شوفوا إذا عجبكم يعني بهاي الحالة، إنه هم راح نفتحها دشهر تصعد وتنزل اعتبار يعني كلهم خرجت يا شباب، كلهم خرجت طير، فعلى اعتبار هم كلها تصعد وتنزل ونخرجها، بس يعني أقصقصها كلها، قصقصها 2x2 3x3 4x4 وأذبها هنا. فأكو هيجي مشروع يعني خاطر شنو، هم تطلع وتطوب تصعد تنزل نتونس عليها، وهمين نجي مثلا نطيرها اذا اريد بعد، مو هسه نطيرها بالمستقبل بعد ما تزق لها حلق وتكمل نبدا نطيرها. فعندي هيجي قضية اقول اذبن هنا انا وعوف هن والجلدات مالاتنا والهاي، حطت الزواجل حطت الزواجل بهن كم زوج ومفكسات الزواجل طلعات فرخات ملابين بيض احنا خاضي، وهاي وهمي راجع منتج هذا التيدي هياته. هذا ما ضاع لي المدى على شباب، هذا لو ضيع له احتمال يضيع. اوه زاجل شوف الحطة، شوفوا شباب هم لزلذني لهاية وهم صعدن من عدن اثنين من الحرية صعدن فوق. هاي الحالة تتكرر صار أكثر من مرة، يعني أكو طيور هي تحب يعني تصعد تعلى، وأكو طيور باقي بالمجموعة، وذاك فحل فوق أهل ما أدري يبين يمكن ما يبين، وفحل الأخ بعد أعلى يعني شوفوهن. وهاي باقي الطيور بس ما انتبهت عليها، شوف الصعدة ما أدري جزلنا طائرات يعني ما أعرف جزلنا طائرات. هذا اللي طبعا زوجي انذني طيره وفحل هاي هنا، هاي عزلتني هنا تقريبا زوجات. وهاي اكو طيور طشار والله، وذاك تار ابيض. بس انا انت بنتي على قضية شباب، ما يخبط التار ويا طيورنا ما ادري ليش، يعني هاي الطيور تجي الشذار الهاية ابد ما تخبطوا يلا حبريات مالاتي، ما اعرف شنو السبب. نتلن ذن الاثنين يعني تجي كومات تور مثلا يصير طشار 3-4 تور ابد ما يخبطن ويا طيوري ما ادري ليش. بس لين مصبغات وحتى الصبغ رايح تقريبا، حتى الصبغ مختفي. يلا عيني شباب وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون اشتركوا بالقناة، خلوا لايكات خلوا تعليقات، وإن شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم.